فيما يتعلق بتوجيهات الصدر لقيادات تياره، هل هنالك تفسير لربما بعودته إلى الشأن السياسي؟ يعني السيد الصادر حقيقة لم ينسحب من الساحة السياسية، لكن بقي وهذا رأيي أنا الشخصي وتحليلي الشخصي، بقي متابعا ومتوثبا لمشروعه أو المشروع الذي ينقذ العملية السياسية من المستنقع الذي نعيش آلامه وارتداداته السلبية. فموضوع أنه الرسالة الأخيرة أو التوجيه الأخير من سماحة السيد إلى فريقه المتقدم، أعتقد يعني في هذا الظرف ليس الصدفة، وقريبة مما يتداوله تنقلونه في قناتكم ويتداوله الكثير في الإعلام، إنها تغيير في تكتيكه السياسي. طيب، هناك من يقول أنها يعني تحركات السيد مقتدى الصدر لن تقتصر على إجهاض قانون الانتخابات بصيغته الحالية سانت ليغو، وإنما ربما سيذهب أبعد من ذلك، هل هذا صحيح؟ كلنا نعلم أن الحكومة الحالية هي أصبحت، وواضح حال الحكومات السابقة، رهينة قرار الكتل التي شكلت هذه الحكومة. والمؤسف جدا أنه هذه الكتل، وتحديدا بالكلام موجه باتجاه الإطار التنسيقي، أنها أصبحت تذهب بعيدا بالبلد وتأخذ البلد إلى رؤية هم أنفسهم أقروا بفشلها وجرت ويلات وويلات على البلد طوال 20 سنة الماضية. المؤسف أنه المراهنة أو العزة بالإثم هي الطابع الذي تعيشه قوى الإطار التنسيقي.